قتلى وجرحى في تظاهرة ضد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، والجيش اللبناني يبحث عن مطلق النار. بعد أيام من تداول أنباء عن سقوط ميكروباص في النيل أعلى كوبري الساحل، الداخلية تؤكد عدم الاستدلال. وفي أخبارنا الاقتصادية، المالية تعتبر أن انضمام مصر لمؤشر جي بي مورغان شهادة ثقة جديدة في صلابة الاقتصاد. الأخبار بالتفصيل، أهلا بكم. أعلنت الرئاسة اللبنانية تواصل الرئيس ميشيل عون مع رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية وقائد الجيش في لبنان سعيا لتهدئة الأوضاع في منطقتي الطيونة وعين الرمانة بالعاصمة بيروت في أعقاب سقوط 36 جريحا إثر إطلاق نار وقع خلال مظاهرة ضد المحقق العدلي في قضية مرفأ بيروت. كما دعا رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي اللبناني من أجل بحث الأوضاع، مطالبا في الوقت ذاته بالتزام الهدوء في محيط مجمع المحاكم الرئيسي قصر العدل. هذا ودعت يوانا فرونتيسكا المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لضمان عودة الهدوء وحماية المواطنين. هذا وطوق الجيش اللبناني منطقة الطيونة بالعاصمة بيروت وانتشر في أحياء ومداخل المنطقة، كما قام بتسيير دوريات لضبط الأوضاع وتهدئة التوترات عقب سقوط قتلى وجرحى إثر إطلاق النار عليهم في إطار التظاهر لاستبعاد قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري. وأعلن الجيش اللبناني أنه يباشر البحث عن مطلق النار لتوقيفهم. هذا وتسود حالة من التوتر في محيط الاشتباكات بمنطقة الطيونة ومحيط مجمع المحاكم بالعاصمة اللبنانية، على خلفية استمرار إطلاق نار كثيف اتسعت دائرته لتشمل مناطق ملاصقة. محليا، أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تولي اهتماما لزيادة كميات المياه المحلاة، لا سيما في ضوء الفقر المائي الذي تعاني منه مصر ومحدودية موارد المياه العذبة. جاء ذلك خلال اجتماع مع الرئيس التنفيذي لشركة سكاتيك النرويجية للطاقة المتجددة وشركات أخرى لبحث التعاون في مجال تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة ومجال إنتاج الهيدروجين الأخضر. وخلال الاجتماع أشار مدبولي إلى أن مصر تمكنت خلال 4 سنوات من مضاعفة إنتاجيتها 10 مرات ليصبح 800,000 متر مكعب، مشيرا إلى أن الحكومة تهدف للوصول إلى 3.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا خلال السنوات الخمس القادمة، ثم 6.5 مليون متر مكعب خلال 10 سنوات. وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى إنشاء محطة تحلية كبرى في منطقة قناة السويس بطاقة 1.4 مليون متر مكعب يوميا، مضيفا أن صيانة واستدامة هذا المشروع تعد بمثابة قضية أمن قومي لمصر. كما شهد رئيس مجلس الوزراء توقيع اتفاقية إنتاج الهيدروجين الأخضر بكمية تتراوح بين 50 إلى 100 ميجاوات بين كل من صندوق مصر السيادي، شركة سكاتيك النرويجية للطاقة المتجددة وعدد من الشركات الأخرى. وبموجب الاتفاقية ستتولى شركة سكاتيك إقامة وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث سيتم توريدها للشركة المصرية للصناعات الأساسية EPIC الرائدة في مجال إنتاج الأمونيا، والتي ستقوم باستخدام الهيدروجين الأخضر كمادة وسيطة تكميلية لإنتاج أكثر من 45 طنا متريا من الأمونيا الخضراء سنويا. سيقام المشروع في المنطقة الصناعية الواقعة بالعين السخنة. عقب توقيع الاتفاقية أكد الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان أن المشروع نقطة انطلاق الصندوق نحو بناء محفظته الاستثمارية الخضراء، وبداية للعديد من الاستثمارات المستقبلية المماثلة.
ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا دكتور سامح نعمان العسوي، أستاذ الهندسة وخبير الطاقة المتجددة. دكتور، بعد التحية، مشروع هو الأول من نوعه في مصر والمنطقة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمنطقة العين السخنة. بداية، تفاصيل أكثر حول عوائد هذا المشروع وكيف يثري استراتيجية الدولة للدفع نحو مشروعات الاقتصاد الأخضر. أهلا بحضرتك سلم. هو بالنسبة للهيدروجين الأخضر اللي هو بينتج من الطاقة الجديدة والمتجددة، ده أنقى أنواع الهيدروجين، لأن في أنواع من الهيدروجين اللي احنا بنستخرجها بتبقى فيها ثاني أكسيد الكربون زي الهيدروجين البني، وعشان نعزل منه ثاني أكسيد الكربون فدي بتبقى تكلفة زيادة. فاستخدامنا للطاقة الجديدة المتجددة لإنتاج الهيدروجين ده أنقى أنواع الهيدروجين. الهيدروجين الأخضر ده طاقة جديدة، هي بتاعة المستقبل، ودي بتستخدم في صناعة الأسمدة، وكمان بتستخدم بديل لجميع أنواع الطاقة اللي جاية إن شاء الله في خلال 5 سنين، وبيضاف نسبة لا تزيد عن 20% من الهيدروجين، وبيفضل الهيدروجين الأخضر للغاز، وبيزيد الطاقة الحرارية بتاعة الغاز ب 130%. الهيدروجين الأخضر هو أفضل أنواع الهيدروجين اللي موجود، وده بيصطاد وده ممكن تصديره الى الخارج. في بعض الدول دلوقتي، كل الدول المنتجه للبترول والغاز بتتجه لاستخراج الهيدروجين من كافه الطرق، ولكن انضفهم الهيدروجين اللي بيستخرج من الطاقه الجديده المتجدده. يعني الغاز بيستخدموه في استخراج الهيدروجين، والبترول بيستخدموه في استخراج الهيدروجين. فكل الناس كل الدول اللي بتنتج البترول والغاز في الأيام الجاية السنين الجاية هيتجهوا إلى إنتاج الهيدروجين باستخدامهم للغاز والبترول. كمان المشاريع الخاصة اللي احنا بنستخدمها وبندخل فيها بالهيدروجين الأخضر، ده معناه إن احنا بنواكب التطور العصري اللي موجود في الطاقة الجديدة والمتجددة على مستوى العالم، لأن كل دول العالم دلوقتي وبالذات أوروبا واليابان بتنتج من الهيدروجين إنتاج قوي جدا لاستبداله بجميع أنواع الطاقة الأخرى سواء غاز أو بترول. كمان الهيدروجين بيستخدم في صناعة السيارات الحديثة، والهيدروجين لما هيستخدم في صناعة السيارات الحديثة هيلغي بمعنى أصح كل السيارات اللي بتستخدم أنواع البترول المختلفة، وهيلغي السيارات الكهربائية، وهيلغي السيارات اللي بتشتغل بالغاز. والهيدروجين ده هيبقى عبارة عن عجينة، بالذات الهيدروجين الأخضر هيبقى عجينة تتحط جوه العربية بدل ما بنمول بنزين أو بنمول غاز. تمام دكتور. مشاركة صندوق مصر السيادي في المشروع بيؤكد التزام مصر بأن تصبح دولة رائدة عالميا في مجال الطاقة المتجددة. في تصورك كيف يمكن دعم هذا الالتزام؟ هو دعم هذا الالتزام إن احنا نبدأ بإن احنا ننتج الهيدروجين الأخضر بتحليه المياه من البحر الأحمر. دايما الواحد بيبدا بحاجه بدائيه مع التطور، انما مع وجود هذا الهيدروجين وكميه استخداماته والطاقه الجديده بتاعته اللي احنا هنستخدمها او الانتاج العظيم اللي هنوصل عليه، اكيد هيكرر هذا المشروع في اماكن متعدده. احنا عندنا حوالي 3000 كيلو متر ميه على الساحل الاحمر والبحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط، فاستخدامه اثناء تحليه الميه في استخراج الهيدروجين هيبقى عندنا زي ما الناس عندها ثروات بتروليه وثروات من الغاز، هيبقى عندنا ثروه هائله من الهيدروجين الاخضر، وهي دي الطاقه اللي جايه من خلال 5 سنين ل10 سنين، وهي اللي هتسود العالم في كل شيء. يعني هتستخدم في كل حاجه، هتمشي بها المراكب والطيارات والسيارات، وتستخدم في جميع انواع المصانع، وتستخدم في البيوت للتدفئه في اوروبا. يعني بدل ما الناس هتودي غاز عشان تعمل تدفئه، لا، هيستخدم فيها الهيدروجين. فهو اللي جاي، يعني احنا بالظبط كده كاننا بنعمل استكشاف لابار بترول جديده او غاز جديد، بس هو الهيدروجين. صحيح. اشكرك دكتور سامح نعمان العسوي، استاذ الهندسه وخبير الطاقه المتجدده، كنت معنا عبر الهاتف. كما شهد دكتور مدبولي مراسم توقيع اتفاقيتين بشان مشروع محطه توليد الكهرباء من طاقه الرياح بقدرة 500 ميجا وات بمنطقة خليج السويس بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وتحالف شركات أوراسكوم وإنجي للطاقة وتويوتا تسوشو.
وتختص الاتفاقية الأولى بالانتفاع بالأرض لصالح مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقناة السويس، بينما تختص الثانية بشراء الطاقة من مشروع المحطة. وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الكهرباء للوصول إلى نسبة 42% من إجمالي التوليد من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 600 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع تحقيق التشغيل التجاري له في 2024. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، صرح بأن الاتصال تناول مناقشة الاستعدادات الجارية لاستضافة مدينة غلاسكو للدورة القادمة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، حيث تم التوافق على ضرورة تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين لضمان الخروج بنتائج إيجابية من هذه الدورة على نحو يعزز من عمل المجتمع الدولي في ظل أزمة المناخ العالمية الراهنة، وفي ضوء أهمية الدور المصري في قضايا المناخ على الصعيد الإقليمي، فضلا عن سعي مصر لاستضافة الدور القادمة من المؤتمر خلال عام 2022. كما تناول الاتصال التباحث حول أبرز ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، خاصة على صعيد التعاون في مجال الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، هذا إلى جانب تنشيط حركة السياحة البريطانية الوافدة إلى مصر. كما تم مناقشة مستجدات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة ليبيا، حيث تم التوافق على دعم المسار السياسي القائم وصولا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود في موعده المقرر نهاية العام الجاري، إضافة إلى أهمية خروج كافة القوات الأجنبية المرتزقة من الأراضي الليبية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك التباحث حول تطورات قضية سد النهضة، حيث أكد السيد الرئيس أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل السد، وذلك على نحو يحفظ الأمن المائي المصري ويحقق مصالح جميع الأطراف ويحافظ على الاستقرار الإقليمي، آخذا في الاعتبار ضرورة استمرار المجتمع الدولي في الاطلاع بدور جاد في هذا الملف. هذا فضلا عن إبراز حسن النية والإرادة السياسية اللازمة من كافة الأطراف في عملية المفاوضات، بما يتسق مع البيان الرئاسي الصادر في هذا الصدد عن مجلس الأمن الدولي. الاتصال تناول أيضا أبرز ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، خاصة على صعيد التعاون في مجال الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، إلى جانب تنشيط حركة السياحة البريطانية الوافدة إلى مصر. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد عن إتاحة موقع إلكتروني لتسجيل حضور وغياب الطلاب بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي. من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن آلية تسجيل الحضور والغياب للطلاب بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي كما هي، ولم يطرأ عليها أي تغيير، حيث يتم ذلك من خلال السجلات والكشوف المخصصة لذلك داخل المدارس وفقا للقرارات والقواعد المعمول بها. وأكدت الوزارة أن الحضور بالمدارس يتم بشكل نظامي وبحضور كامل الطلاب على مدار العام الدراسي، كما يتم تسجيل الحضور والغياب بشكل إلزامي وليس اختياري. أكد قائد القوات الجوية الفريق محمد عباس حلمي استعداد القوات الجوية للزود عن مقدرات مصر والحفاظ على مكتسبات الشعب لأبعد مدى. تأكيدات الفريق حلمي جاءت خلال مؤتمر صحفي بمناسبة العيد 89 للقوات الجوية، والذي يوافق معركة المنصورة، أطول معركة جوية في تاريخ الحروب الحديثة، خاضها نسور الجو لمدة 50 دقيقة خلال حرب أكتوبر المجيدة. في إطار احتفال القوات الجوية بعيدها 89 على إنشائها، نفذت عددا من العروض الجوية في سماء مصر، والتي عكست مستوى الكفاءة والتدريب الراقي الذي يتمتع به نسور الجو، حيث أكد الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية أن القوات الجوية ماضية في طريقها نحو التطوير والتحديث المستمر،
وذلك وفقا لأحدث النظم القتالية العالمية، لتكون دائما على استعداد تام للدفاع عن سماء مصر. وهنأ الفريق محمد عباس حلمي رجال القوات الجوية من مختلف تخصصاتهم بعيد القوات الجوية، والذي يوافق ذكرى يوم 14 من أكتوبر لعام 1973، والذي سطر فيه رجال القوات الجوية واحدة من أهم الملاحم البطولية المعروفة بمعركة المنصورة. جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة الاحتفال بعيد القوات الجوية. وكانت حرب أكتوبر المجيدة التي قدم فيها شعب مصر العظيم عطاء وتضحيات تتحدى كل خيال، وضرب فيها رجال القوات الجوية أروع الأمثلة في تحدي وإصرار على تغيير الواقع، فكان لها الدور البارز في المرحلة الافتتاحية لحرب أكتوبر، واستمرت أعمار قتال القوات الجوية حتى انتهاء الحرب، ففي يوم 14 من شهر أكتوبر حين دارت أطول المعارك الجوية في التاريخ الحديث باشتراك أعداد كبيرة من طائرات الجانبين، وليكون هذا اليوم الخالد عيدا للقوات الجوية المصرية وحتى يومنا هذا. وأشار إلى أن القوات الجوية تمتلك قدرات قتالية هائلة ومتنوعة، وتضم أحدث الطائرات مختلفة الطرازات والمزودة بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الطائرات. كما حرصت القوات الجوية على أن تتم أعمال التحديث والتطوير للبنية التحتية والتجهيزات الهندسية للقواعد الجوية والمطارات والوحدات الفنية والإدارية، ولتكون متوائمة مع ما تم تطويره في المعدات في ظل منظومة متكاملة للتأمين الفني. وأكد قائد القوات الجوية على الدعم المستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للقوات الجوية لتطوير وتحديث قدراتها، خاصة فيما يتعلق بنظم وأساليب القتال الجوي، وأن القوات الجوية تعمل على مدار الساعة وفي مختلف الظروف. وليصبح بفضل من الله لجيش مصر قوات جوية أبية تعمل على مدار الساعة وفي كل الظروف، قادرة على الوصول إلى أبعد مدى وفي أسرع وقت لتأمين المصالح المصرية في ظل كافة التحديات والتهديدات، ومجابهة كل من تسول له نفسه تجاوز الخطوط الحمراء التي رسمتها الدولة المصرية. مجدداً العهد للشعب المصري العظيم ولقيادتنا السياسية والعسكرية. ونجدد عهدنا لشعب مصر العظيم ولقيادتنا السياسية والعسكرية بأن تظل قواتكم الجوية على هبة الاستعداد على مدار الساعة لتنفيذ المهام بكفاءة ودقة، ولنكون بحق جندا من جند مصر الذين هم خير أجناد الأرض. مؤكدا أن رجال القوات الجوية سيظلون مقتدين برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من شهدائنا الأبرار، كما أننا لم ولن ننسى رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه فقضوا نحبهم شهداء عند ربهم يرزقون، الذين قدموا أغلى ما لديهم في سبيل الله لتحيا مصر بإذن الله آمنة مستقرة بعزة وإباء أبد الدهر، محافظين على أعلى درجات الاستعداد القتالي لتنفيذ مهامهم التي تسند إليهم بكفاءة واقتدار لتصون وتحمي مقدرات الوطن. أكدت وزارة الداخلية أنه فيما يتعلق بما تم تداوله عن سقوط سيارة مايكروباص من أعلى كوبري الساحل، فإنه لم يستدل على وقوع الحادث بعد القيام بتمشيط المنطقة واستكمال أعمال البحث والتحري. وكانت الداخلية قد تلقت بلاغا في العاشر من أكتوبر الجاري من مواطنين رجحوا فيه سقوط المايكروباص بعد مشاهدتهم لشيء يسقط من أعلى كوبري الساحل بدائرة قسم شرطة إمبابة. وبعد قيام القوات الأمنية بالبحث والتحري تبين عدم تلقي الأجهزة الأمنية أي بلاغات تفيد بغياب مواطنين أو فقدان سيارة أجرى مايكروباص في ذات اليوم وحتى تاريخه، كما تبين أن الجزء المنهار من سور كوبري الساحل تسبب فيه اصطدام سيارة نقل في وقت سابق وتلاه اصطدام إحدى مركبات التوك توك ما أدى إلى سقوطه، هذا وتم اتخاذ الإجراءات مع صاحب التوك توك.
أهلا بكم مجددا. عقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السناتور روبرت مينديز الذي يزور القاهرة حاليا، وتناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الثنائي في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، كما تبادل الجانبان الرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد غرب النيجر، وأسفر عن استشهاد 10 أفراد أثناء أدائهم صلاة العشاء. وأكد الأزهر رفضه لكل أعمال العنف والإرهاب التي تستهدف النيل من صورة الأديان، مشددا على أن الاعتداء على دور العبادة أو على أي إنسان هو من أبشع الجرائم التي تستوجب أقصى العقوبات في الدنيا. كما جدد الأزهر مطالبته بضرورة تكاتف الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والحد من اتساع نطاق العنف واستباحة دماء الآمنين. قصفت ميليشيا الحوثي احدى المستشفيات بمحافظه مأرب شمال اليمن، واوضحت السلطات اليمنيه ان الميليشيات استهدفت مستشفى العبديه بالمحافظه اثناء تلقي اطفال وجرحى مدنيين العلاج بداخلها. اسفر القصف عن اضرار كبيره في المستشفى، ما اجبر اداره الصحه على اخلائه من المرضى. أعلنت الخارجية الإيرانية أن مفاوض الاتحاد الأوروبي لمحادثات الاتفاق النووي إنريكي مورا عقد مباحثات مع نائب وزير الخارجية علي باقيري الذي يتولى الملف النووي الإيراني، ويبحث الجانبان سبل استئناف المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى بشأن برنامج طهران النووي. وتأتي زيارة المبعوث الأوروبي بعد 4 أشهر من توقف المحادثات الخاصة بإحياء الاتفاق النووي الإيراني. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الوقت ينفد أمام إيران للعودة للامتثال إلى الاتفاق النووي والموقع في عام 2015. ولوح بلينكن بأن واشنطن ستبحث كل الخيارات الممكنة للتعامل مع التحدي الذي تشكله طهران، وأضاف أن إيران تستغل الوقت لتحقيق تقدم في برنامجها النووي بطرق عدة، وأنها لا تبدي أي استعداد للدخول في عملية دبلوماسية. أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وفدا من حركة طالبان سيزور موسكو الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن يشارك وفد طالبان في اجتماعات صيغة موسكو بشأن الوضع في أفغانستان. وأعربت زاخاروفا عن قلق بلادها من نشاط تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان، وأضافت أن روسيا بانتظار تنفيذ حركة طالبان لتصريحاتها بشأن قدرتها على التعامل مع داعش بمفردها. أخبار المال والأعمال لنشرة الثانية، أهلا بكم. أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن إعلان انضمام مصر لمؤسسة جي بي مورغان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة اعتبارا من نهاية يناير المقبل يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري، لتصبح مصر إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وإفريقيا في هذا المؤشر. ولفت معيط إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر المؤشر ب14 إصدارا بقيمة إجمالية حوالي 24 مليار دولار لتقارب نسبتها في المؤشر 1.9%. وأكد معيط أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي 3 أعوام بدأت السعي لإعادة انضمام مصر إلى المؤشر من خلال تحقيق متطلبات البنك، وأبرزها إطالة عمر الدين الحكومي ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية. تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات آخر جلسات هذا الأسبوع وسط اتجاه شرائي للأفراد العرب والأجانب. المؤسسات المحلية قابله اتجاه بيعي للمتعاملين الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية. صعد المؤشر الرئيسي اي جي اكس 30 بنحو 1.2% مقتربا من مستوى 11014 نقطة، في حين تراجع المؤشران اي جي اكس 70 اي دبليو اي واي جي اكس 100 EWI بنسبة تتراوح بين 1.1% و3.1%.
بحثت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط خلال لقائها مع بول غارني السفير السويسري بالقاهرة، بحثت برنامج التعاون الجديد بين البلدين خلال الفترة من 2021-2024 والمزمع انطلاقه قريبا. كما بحث الجانبان أهم المجالات المقترحة التي سيتم التركيز عليها في إطار أولويات الحكومة المصرية، لا سيما قطاعي البيئة والطاقة المتجددة. كما تطرق اللقاء إلى استعراض الخطوات التنفيذية لمشروع تحسين مياه الشرب بشرق أسوان والممول من الوكالة السويسرية للتنمية. كما حرصت الوزيرة على توجيه الشكر للسفير السويسري بمناسبة انتهاء عمله بمصر، وأثنت على التعاون المشترك والمثمر بين البلدين خلال فترة تولي السفير. أكدت الشركة القابضة للصوامع أنها قامت بميكنة 22 صومعة لمتابعة الصادر والوارد إليها من الموانئ البحرية أو عند استلام الأقماح المحلية. وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع أنه جاري العمل على ميكنة باقي الصوامع تباعا. قديما وبحسب القائمين على الأمر كانت نسب الفاقد في القمح تصل إلى 4 مليارات جنيه سنويا، أما اليوم وبعد استكمال المشروع القومي للصوامع بات التحكم في الأمر سهلا بتلك الآلات. فالمنظومة بدت متكاملة إذن، ويتم مراقبتها إلكترونيا عبر تلك الأجهزة من دخول القمح إلى المواني أو دخول القمح المحلية في مواسم التوريد. في تخطيط لحركات القمح على مستوى الجمهورية كلها بالكامل، من أول استيراد أو من أول القمح المحلي لغاية لما أوصل للمطحن وبعدين المخبز وبعدين البيانات ترد عليا تاني عشان أقدر أحدد بالظبط قبل وليس بعد إيه الكميات اللي أنا بكون محتاجها عشان أسد الفجوة الغذائية اللي عندي. فكل إشارة من تلك الإشارات لها دورها الخاص للحفاظ على الأقماح أو متابعة الخلايا بالصومعة لمراقبة الوارد والصادر منها ولمعرفة حالة القمح داخل الخلايا. غرفة التحكم بنتحكم فيها في جميع المعدات داخل الصومعة. بنبدأ عملية التحكم بأن موجودة عندنا مجموعة فلاتر متوزعة في الصومعة بتعمل على تنقية الأقماح من جميع الأتربة والشوائب. فالمنظومة تعمل إلكترونيا دون تدخل بشري بعد إنشاء كل تلك الصوامع في مصر من أقصاها إلى أدناها، بنظام سهل معها مراقبة المخزون بتلك الخلايا التي تصل نسب الفاقد بها إلى الصفر. كان الهدر اللي احنا كلنا قدنا عليهم من 10-15%، وكان هذا متوسط الهدر هو 4.4 مليار جنيه. إنشاء الصوامع دي توفرنا 4.4 مليار، هي قيمة 10% من الأقماح التي كانت تهدر. واختيار تلك الأماكن بحسب القائمين على الأمر جاء طبقا لدراساتنا، أولها مد شبكة الطرق إليها ثم الأماكن الأكثر كثافة بالزراعة. بنسهل على المزارعين يورد في أي مكان سواء قريب لي أو بعيد عنه، فهو أماكن متعددة منتشرة، فبالتالي ما بقاش عنده فيه مشكلة. الأمر الجديد في ميكنة تلك الصوامع هو مد شبكة الاتصال مع الصوامع الحقلية التي تنشئ الآن وصوامع المواني حتى تكون المنظومة متكاملة للمتابعة والرصد. رمضان الشحات، التلفزيون المصري. نهاية الثانية وإلى أبرز العناوين. قتلى وجرحى في تظاهرة ضد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، والجيش اللبناني يبحث عن مطلق النار. بعد أيام من تداول أنباء عن سقوط ميكروباص في النيل أعلى كوبري الساحل الداخلي تؤكد عدم الاستدلال. ودائما يمكنكم متابعتنا عبر ماسبيرو.إيجي. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء. إلى اللقاء.